بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الأربعون. وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة وفي لقاء مع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي يسرنا أن يتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فمرحبا به. وهذه الرسالة الأولى بعث بها المستمع محمد مبروك العتيقي، مصري يعمل بالحوطة. يقول في سؤاله الأول: في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابر، فكل أسرة من الأسر تخصص لها مكانا من أرضها مقبرة لا يقبر فيها إلا من هو من تلك الأسرة، وأحيانا تكون الأرض المخصصة للمقبرة صغيرة، فيدفنون في القبر الواحد أكثر من ميت إلى أن يصير أحيانا 4 طبقات أو 5، إضافة إلى نوع آخر من القبور نسميه الفاسقية، وهذه يكون فيها من الموتى عدد كبير، فهل يجوز هذا العمل أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من حيث المبدأ، لا مانع من أن تخصص كل أسرة أرضا تكون مقبرة لأفرادها، ما دام أن هذه البقعة صالحة للدفن وواسعة تسع أمواتا كثيرين، فإذا انتهت وضاقت ولم يبقى فيها محل للقبور المستقبلة، فإن الموتى يدفنون في مكان آخر ولا يدفنون في القبور التي سبقوا إليها، لأنه لا يجوز أن يدفن في القبر المتقدم قبر جديد إلا بعد ما يتحلل الأول، جسم الأول، ويفنى ولا يبقى له بقية. أما ما دام الجسم الأول له بقية وله رفات، إنه لا يجوز أن يدفن معه قبر آخر، ميت آخر، لأن الأول سبق إلى هذا وصار مختصا به. ولو كان بينهما فاصل؟ ولو كان، يعني نبش القبر وحفر القبر من جديد وفتح القبر من جديد، نعم، هذا لا يجوز، لأنه لا مبرر لهذا. عليهم أن يدفنوا موتاهم في مكان آخر مهما أمكن ذلك، ولا يضايقوا الأموات الأولين. نعم. بالنسبة للنوع الآخر الذي يسمونه الفاسقية، كذلك كله كما ذكرنا أنه لا يجوز أن يحفر القبر الذي فيه ميت قد سبق ودفن فيه، لا يجوز أن يحفر مرة أخرى إلا بعد ما يتحلل الميت الأول ويتلاشى. نعم. إذا كانوا الموتى في وقت واحد، يجوز في هذه الحالة أن يجمع أكثر من واحد؟ إذا كان القتلى كثيرين وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة، عند الحاجة لا بأس بذلك، عند الحاجة بأن كان القتلى كثيرين والذين يدفنون الموتى قليل، وفي دفن كل واحد بقبر مستقل يشق على الحاضرين، فلا مانع أن يدفن أكثر من ميت في قبر واحد في آن واحد. يعني واحد. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: أنا أملك محلا تجاريا وبعض السلع عليها أسعار محددة من الدولة، ولكني أبيعها بأكثر من ذلك، فهل هذا جائز مع أن قيمة شرائها قد تكون زائدة علي؟ فلو بعتها بالسعر المحدد لربما خسرت، وكذلك المشتري راض بذلك، فما الحكم في هذا؟ إذا كانت السلعة تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به ولم تخشى من الدولة مثلا الضرر والعقوبة، فلا مانع من ذلك، أن لا يكون هناك من قبل الدولة ضرر عليك لو اطلعت، وأن تبين ذلك للمشتري، وأن تكون السلعة أيضا تساوي هذه القيمة، ليس فيها غبن للمشتري. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عين عين محمد عبد الله، يمني مقيم بجدة،
يقول: وقعت مشكلة بين أهلي وزوجتي في اليمن، وذهبت إلى المحكمة الشرعية بجدة للطلاق، وفي المحكمة طلبوا مني ورقة كتبتها لهم، وفيها: أنا المدعو فلان ابن فلان، لقد طلقت فلانة بنت فلان، وأنا في كامل وعيي وعلى ذلك أوقع. وأخذوا مني الورقة وأعطوني موعدا لمقابلة القاضي وإحضار الشهود، وحضرت في الموعد ومعي 2 شهود، ولكن القاضي لم يحضر إلى المحكمة في ذلك اليوم، وبعد ذلك تراجعت وعدلت عن الطلاق، فهل بهذا يكون قد وقع الطلاق مني أم لا؟ وهذا حدث قبل 3 سنوات، وأنا الآن لي أولاد منها بعد ذلك، وإذا كان قد وقع الطلاق فما هو مصير الأولاد وماذا علي أن أفعل؟ الطلاق الذي كتبته ونويته هذا يقع عليك بلا شك، وإذا كان دون الثلاث، إذا كان هذا الطلاق دون الثلاث ولم يسبقه طلاق قبله، إنها تجوز لك الرجعة، يجوز أن تراجعها بأن تشهد شاهدين بأنك قد راجعت زوجتك، لكن بشرط أن لا يكون الطلاق قد استنفد الثلاث كما ذكرنا. نعم. وعلى كل يجب عليك أن تراجع المحكمة التي ربطت معها موعدا لهذا الإجراء، وأن تراجع عند القاضي بأن تطلعه على الورقة وتخبره بأنك تريد المراجعة إذا كانت العدة باقية ولم تنتهي. أما إذا كانت انتهت عدة الزوجة فإن الرجعة لا تصح، ولا بد من عقد جديد إذا لم تستنفد الطلاق الثلاث. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة ألف خاء ميم من العراق بغداد، تقول: كان علي صيام أيام كفارة يمين، فسألت إحدى أخواتي المسلمات والتي أثق بها لأنها على درجة من العلم، فسألتها إن كان الصوم متتابعا أو متفرقا، فقالت لي: لا يشترط التتابع، فصمتها متفرقة، ولكني سمعت من برنامجكم ومن أحد العلماء الكرام بأنه يشترط التتابع، فرجعت إليها فأخرجت لي في تفسير ابن كثير قول مالك فيه بأنه لا يشترط التتابع، فهل علي شيء وما هو القول الصحيح في هذا؟ كما ذكرت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين أو لا يجب، ولكن الراجح وما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه بأنه يجب التتابع، لأنه قرئ قوله تعالى: الصيام 3 أيام متتابعات، فيكون هذه القراءة نصا على وجوب التتابع، والله أعلم. السؤال الثاني تقول: سمعت من برنامجكم الكريم وفي رد على أحد الأسئلة لأن الإطعام يجب أن لا يكون لمسكين واحد، بل كل يوم مسكين غير الآخر، وفي رد آخر لإحدى السائلات التي كان عليها قضاء صيام أيام قبل سنوات لأنها كانت نفساء وحاملا، قال أحد العلماء لها بأنها إن لم يكن لها عذر فإنها تقضي وتطعم، ولو جمعتها كلها وأعطتها إلى مسكين واحد فإن ذلك يكفي، ونقول إن عليها قضاء منذ سنوات حيث لم تكن تقضي أيام الحيض فجمعت مقدار الإطعام، أو وتقول هي السائلة إن عليها قضاء أيام منذ سنوات حيث لم تكن تقضي أيام الحيض فجمعت مقدار الإطعام وأعطته لمسكين واحد، فتقول: والله يعلم إن نيتي لم تكن البحث عن الحكم الأسهل ولكن لتعذر وجود مساكين فأعطيته لمسكين واحد، فهل علي شيء في ذلك؟ لا أعلم في هذه المسألة أنه يجب تعدد المساكين في الإطعام للقضاء عن الصيام إذا تأخر عن وقته. الله جل وعلا يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وما دام الأمر أنها قد أخرجت الإطعام وأعطته لمسكين واحد فأرجو أن يكون ذلك مجزيا إن شاء الله. نعم. سؤالها الأخير تقول: إذا حلف شخص على القرآن الكريم أن يفعل كذا ثم وجد ما هو خير منه فترك العمل بما حلف عليه، فهل عليه كفارة يمين في هذه الحالة؟ أولا، الحلف على القرآن الكريم هذا لا ينبغي أن يحلف الحالف على القرآن كما يفعل بعض الجهال أنه يحلف على المصحف أو يحلف على القرآن، هذا لا ينبغي، بل يحلف بدون الارتباط بالمصحف أو بالقرآن، والمؤمن
يحترم اليمين ولو لم تكن على المصحف، لأن الله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، والمؤمن يوقر اليمين بالله ويحترمها ولا يحلف إلا عند الحاجة، وإذا حلف فإنه يكون صادقا ولو لم يكن ذلك على المصحف. أما من ناحية أن الإنسان إذا حلف أن لا يفعل شيئا أو حلف أن يفعله ورأى مخالفة اليمين أحسن فلا بأس، بل يستحب له أن يفعل الذي هو أحسن وأن يكفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله إني لا أحلف على شيء وأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا يجعل اليمين حائلة بينه وبين فعل الذي هو خير، بل عليه أن يفعل الذي هو خير وإن خالف اليمين ويكفر عن يمينه. نعم. ما هو الفرق بين اليمين المكفرة وغير المكفرة؟ اليمين المكفرة هي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. نعم. يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإذا صدرت اليمين من غير قصد فهذه لغو لا تنعقد. نعم. الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي اليمين التي تجري على لسانه من غير قصد. وكذلك إذا عقدها وقصدها على أمر ماض وهو كاذب في ذلك، إذا حلف على أمر ماض وهو كاذب في ذلك فهذه يمين الغموس يأثم. نعم. عليها، وهي من كبائر الذنوب وليس فيها كفارة، ولكن فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتوب ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا، حتى لو لم يكن يعلم أنه كاذب. لا، إذا لم يعلم أنه كاذب فهذه من لغو اليمين. نعم. أيضا لأنه إذا حلف على أمر يظنه صادقا فيه وبان على خلاف ظنه، على خلاف غلبة ظنه، فهذه لا حرج فيها ولا إثم فيها، وهذه تعتبر من لغو اليمين أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع الأمين عبد الله عمار من السودان حلف الجديدة، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أو كما قال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا كان هذا الشخص الذي خاصمته لا يصلي ولا يصوم ويفعل المنكرات، فهل يعتبر خصامي له حراما أم ما هو المقصود من هذا الحديث؟ الهجر، هجر المؤمن لا يجوز فوق 3 أيام إذا كان على أمر من أمور الدنيا. إذا كان الهجر للمسلم على أمر من أمور الدنيا فإنه لا يجوز فوق 3، بل عليه أن يصالح أخاه وأن يسلم عليه إذا لقيه، ومع أنه لا ينبغي ابتداء أن يهجر على أمر من أمور الدنيا، ولكن لو حصل شيء من الهجر فإنه لا يتجاوز 3 أيام، وهذا هو المراد بالحديث لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يعني إذا كان الهجر على أمر من أمور الدنيا. أما إذا كان الهجر لأجل معصية ارتكبها ذلك المهجور، كانت هذه المعصية من كبائر الذنوب ولم يتركها، فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل، وإذا لم يمتنع عن فعل المعصية ولم يتب فإنه يهجر، لأن في الهجر تعزيرا له وردعا له لعله يتوب. إلا إذا كان في هجره محذور بأن يخشى أن يزيد في المعصية وأن يترتب على الهجر مفسدة أكبر، فإنه لا يجوز هجره في هذه الحالة. فهجر العاصي إنما يجوز إذا كان من ورائه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة أكثر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت ألف داء واو من العراق بغداد، تقول إنه كان لها صديقة متزوجة ولها أطفال، وقد حصل منها وهي حامل في شهرها 3 أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها لكونها تعمل في وظيفة ولا تريد أن يعوقها الحمل عن ذلك، فطلبت منها أن ترافقها إلى دكتور ليقوم بذلك، وفعلا رافقتها إلى دكتور ولكنه اعتذر عن ذلك، فاتفقت مع الممرضة على أن تدلها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابل إعطاء الممرضة مبلغا من المال عبارة عن إكرامية كما يسمونها، فذهبت بها وفعلا أجريت لها تلك العملية وأسقط جنينها،
وبعد عدة أشهر من ذلك توفي زوجها، زوج السائلة، فهي أولا تسأل عن حكم إسقاط الجنين لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره، وثانيا عن حكم مرافقتها لصديقتها ومساعدتها على ذلك، فهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفاة زوجها كانت عقابا لها لمساعدتها في قتل روح، وثالثا هل على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال؟ لا يجوز إجهاض الحمل، لأن في ذلك فرارا من وجود هذا الحمل، و القصد من ذلك أيضا كما ذكرت السائلة لأجل تتفرغ للعمل، وهذا أمر غير مبرر وغير مسوغ، لأن الحمل له حق البقاء وحق المحافظة والاحترام، لأنه مخلوق وهي مؤتمنة عليه وواجب عليها الرفق به والحرص عليه، وربما يكون هذا المولود أصلح لها وأحسن من كل الأعمال، ربما يهبها الله هذا المولود ويكون صالحا ويكون أنفع لها من كل الأعمال. الله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فما أقدمت عليه هذه المرأة جريمة، يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل منها وأن لا تعود لمثل هذا، والممرضة التي أعانتها على ذلك ودلتها آثمة أيضا لأنها أعانتها على العدوان، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يبعد أن يكون ما حصل من وفاة زوجها أن يكون عقوبة لها أيضا، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا تقدم على هذا العمل، لا هي ولا غيرها من المسلمات، بل يجب على المرأة أن تحترم الجنين وأن تحافظ عليه وأن ترفق به وأن لا تفر من وجود الحمل ووجود الولد، لأنه ربما يكون عبدا صالحا ينفعها وينفع الله به الأمة. والمال الذي أخذته الممرضة التي دلتها أيضا مال حرام، لأنها أخذته في مقابل معصية وهي آثمة في ذلك، والواجب على الممرضة وعلى الأطباء أن ينصحوا هؤلاء النساء التي يريدن إسقاط الحمل والإجهاض، عليهم أن ينصحوا بحكم أن الله قد ائتمنهم على هذه المهنة، مهنة الطب، عليهم أن ينصحوا الحامل في الرفق بحملها والإبقاء عليه، ولا يجوز لهم أن يساعدوا على ذلك على إسقاطه أو يجروا عملية لإجهاضه، لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة، نسأل الله العافية. ولا يجوز لهم أن يقدموا على إجهاض الحمل في مقابل ما يتقاضونه من الطمع الدنيوي والمال الدنيوي، لأن هذا في مقابل معصية وفي مقابل جريمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا مهنة الطب أمانة وأن ينصحوا للمسلمين. نعم. هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين في حال الضرورة مثلا؟ لا يجوز إسقاط الحمل، إلا أن الفقهاء قالوا أنه يجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوم. نعم. قبل 40 يوم بدواء مباح ما دام نطفة، مع أنه لا ينبغي هذا، مع أنه لا ينبغي هذا، والحمل مطلوب والنسل مطلوب، لكن إذا كان مضر مثلا بصحة الأم أو تعاني مثلا من آلام شديدة في الحمل والولادة، ولو كان مضرا، لأن الحمل فيه مشقة في شك، يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، الحمل ما في شك إن فيه مشقة وفيه أمراض وفيه أتعاب، ولهذا عظم حق الأم على ولدها وصار لها 3 حقوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببرها 3 مرات وأوصى ببر الأب 1 واحدة، فما ذلك إلا لما تقاسيه في حملها وولادتها ورضاعها من الأخطار ومن الأمراض، فلا شك أن الحمل فيه مشقة وفيه مرض أو شيء من المرض والإجهاد، عليها أن تصبر وأن تتحمل وهي على أجر، وربما تكون العاقبة حميدة لها ولمجتمع المسلمين من هذا المولود، فالأولاد مطلوب إيجادهم ومطلوب السعي لحصولهم في الإسلام. نعم. هذا سؤال من المستمع عيسى أحمد أبو موسى من الرياض، يقول هل صحيح أن شهر رجب يفرد بعبادة معينة أو مخصوصة؟ أرجو إفادتنا حيث أن هذا الأمر ملتبس علينا، وهل يفرد أيضا أو يخصص بعمرة أو زيارة للمسجد النبوي فيه؟ شهر رجب كغيره من الشهور لا يخصص بعبادة دون غيره من الشهور،
لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه لا بصلاة ولا بصيام ولا بعمرة ولا بذبيحة ولا غير ذلك، وإنما كان هذه الأمور تفعل في الجاهلية، أبطلها الإسلام. فشهر رجب كغيره من الشهور لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص بشيء من العبادات، فمن أحدث فيه عبادة من العبادات وخصه بها فإنه يكون مبتدعاً، لأنه أحدث في الدين ما ليس منه. والعبادات توقيفية، لا يقدم على شيء منها إلا إذا كان له دليل من الكتاب والسنة. ولم يرد في شهر رجب بخصوصه دليل يعتمد عليه، وكل ما ورد فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبل كان الصحابة ينهون عن ذلك ويحذرون من صيام شيء من رجب خاصة. أما الإنسان الذي له صلاة مستمر عليها وله صيام مستمر عليه فهذا لا مانع، لأن رجب كغيره يدخل تبعا. أما أن يخصص رجب بعبادة منفردة دون غيره من الشهور فهذا من البدع المحرمة التي يأثم بها الإنسان ولا يجر عليها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم. وقد كانت الرسائل التي أجيب عنها للأخ محمد مبروك العتيقي مصري يعمل بالحوطة، والأخ عين محمد عبد الله يمني مقيم بجدة، والأخت السائلة ألف خاء ميم من العراق بغداد، والأخ الأمين عبد الله عمار من السودان حلفة الجديدة، والأخ عيسى أحمد أبو موسى من الرياض. إخوتنا الكرام، لكم أيضا جزيل الشكر على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.